وخاص المواطن حتى هو يعرف ملي تكون المنافسة، إذا كان واحد تيبيع قل خاص الناس يمشيو عنده باش داك الاخر اللي لا يهبط. إذا المنافسة خاص تدخل في ثقافة المواطن، وخاص الحكومة تسهر على المنافسة. انت تتكلم قد حنا تنضربوا الان غير الشركه تبقى ماشي مغاربه اجانب غدا يدير السالو تحت الباب ويزيد بحالاته ويخليك تما. هاتوا لي الكلب ده. السلام عليكم، لماذا تحدث الدوزام عن المقاطعه؟ انطلقت بهاشتاغ وسهم العالم الافتراضي استهدف 3 منتوجات: حليب سنترال، مياه سيدي علي، ومحروقات إفريقيا. هل شعروا بالحرج؟ نحن نعلم أن هؤلاء لا دم لهم، فهم لا يخجلون ولا يشعرون بالحرج. هناك أشياء محددة دفعت دوزام إلى الحديث عن المقاطعة بعد أن أصدرت الشركات بياناتها، تلك الشركات التي تقوم بإعلانات في القناة الثانية، آنذاك كان لابد للقناة الثانية أن تنشر تلك البيانات. وبطبيعة الحال عندما ستقول هذا بيان، رد على ماذا؟ طبعا رد على مقاطعة. ماذا؟ هناك مقاطعة؟ لماذا لم تخبرونا بها؟ فكان يجب على القناة أن تذكر أن هناك مقاطعة وأن هناك ردة فعل من الشركات. هذا أولا. لكن ثانيا، ستقول لي أن تغطية دوزام التي جاءت متأخرة جدا بعد أسابيع من بداية المقاطعة، جاءت بتقرير وكأنه في الجزيرة، أحرجت رئيس الحكومة وأظهرت ذلك في نشرتها. وهذاك ناطق رسمي غيدير من بعد الصحفيه. لا بنات الرحله المقاطعه يعني رئيس الحكومة يتحاشى تقديم توضيح مباشر عن حملة المقاطعة التي ينفذها المستهلك تجاه 3 شركات. وأعد التقرير ناري ناري جدا عن المقاطعة، بل ذكرت حتى أسماء الشركات بالاسم. يا ترى لماذا؟ هناك سببين. السبب الأول هو أن القناة الثانية جاءتها تقارير من الدولة أن هذه المقاطعة هي مقاطعة شعبية خالصة، وأنها خرجت حتى عن سيطرة من أطلقها، لكن القناة تأكدت أن هذه المقاطعة هي مقاطعة شعبية. في البداية كانوا يظنون أن العدالة والتنمية هم وراءها، وبما أنهم أعداء لهم أكيد أنهم لن يقوموا بتغطية المقاطعة. السبب الثاني، وهو أيضا مرتبط بالسبب الأول، وهو أنهم لاحظوا أن المتضرر الأكبر في هذه المقاطعة هو الحزب الحاكم، الحزب صاحب الأغلبية، العدالة والتنمية. فضيحتهم كبيرة جدا في هذه المقاطعة، هم من توجه لهم أكبر الانتقادات وهم أكبر الخاسرين. كان الشعب يؤاخذهم فقط على الصمت، لكن بعد أن تكلموا مصيبة. وبما أنهم كرهوا هذا الحزب الذي كرهه المخزن والشعب، قرروا تغطية المقاطعة لعل شعبية هذا الحزب تضعف أكثر مما هي ضعيفة اليوم أصلا. أيضا قاموا بالتغطية والضرر بعد أن تدخل البرلمان ووصلت القضية للبرلمان. كل هذا ماذا يعني؟ أن ربما هناك ركوب للأمواج، دوزام تركب على موجة المقاطعة وتغطيها متأخرة من أجل أهداف معينة، أيضا المعارضة تركب هذه الموجة كذلك لانتقاد الحكومة. لكن ماذا نفعل نحن في هذه الحالة؟ نحن لا يهمنا، إذا كانوا سيتصارعون على إرضائنا جيد جدا، المهم أننا نثبت على أهدافنا وأن لا يتحكم فينا أي أحد، وأن نسير نحن الحملة الشعب. ونقول لدوزام وللمعارضة ولغيرهم وللأحزاب ولكل من جاء متأخرا يريد الركوب على هذه الموجة، مرحبا بك، تساعدنا أكيد، لكن عليك أن تعرف أنك لن تخدعنا، نحن نعرف حقيقة الكل، وشعارنا مستمرون في المقاطعة، ولا تنسوا رمضان أحلى بدونهم. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.